اختتم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة عقدت على مدار 3 أيام لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة دولية وبالتعاون مع اليونيسف والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. تهدف هذه الورشة إلى خلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الشباب لكونه شريكا أساسيا لتعزيز الانتقال من التعلم إلى العمل من خلال رسم خطط تنفيذية لخلق الشراكات. بتنظيم من منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة اليونيسف، يأتي اليوم الأخير لفعاليات ورشة العمل الخاصة بمبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنصة العمل التطوعي بالأكاديمية الوطنية للتدريب التي استمرت على مدار 3 أيام بهدف وضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وتيرة التأثير في هذا الملف الحيوي. The Creators Sports Award, that's the one. And we also got. نتناقش عن already المنهج اللي موجود في مصر عن التطوع، ومن الحاجات اللي طلعت ودي واقعية يعني وبرضو اتكلمنا فيها كتير، إن الحمد لله مصر من البلاد اللي هي عندها already منهج التطوع موجود. إحنا بنحب عمل الخير. I think there's lots of good programs going on. أعتقد أن هناك الكثير من البرامج الجيدة، وسمعنا عن الكثير من المشاريع الجيدة التي تحدث في جميع أنواع المجالات المختلفة، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط النقاط وإنشاء منصة يمكن للشباب من خلالها العثور على تلك الفرص التي تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم من المهارات. الورشة ناقشت عدة نقاط أبرزها الاتفاق على مجتمع الممارسة وطرق العمل إلى جانب وضع الاستنتاجات النهائية وتحديد الخطوات التالية بمشاركة الشباب وذلك بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي من خلال إنشاء إطار عمل يمكن تطبيقه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الثلاث أيام اللي فاتوا غير النهاردة طبعا عشان نتكلم عن الجهود دي، نسمع أفكار بعض، نبدأ إن احنا نشوف إيه الإضافة اللي ممكن تتعمل، ولو كان في حاجة نقدر ان احنا نجمع بيها الافكار دي عشان نقدر ان احنا نضيف. احنا عايزين نشتغل على محورين متوازيين مع بعض، فكره ان انا ازاي ااهل الفولنتيرز او المتطوعين ان هو يبقى متطوع معايا وفي نفس الوقت بديله كورسات او حاجات بيقدر يستفيد بيها بسكيلز معينه، وده عن طريق برنامج بيبقى ليه عدد ساعات تطوع معين، وبدل ما اديله جايزه او شهاده ببتدي اديله مكانها كورس يقدر ان هو يستفيد بيه. هي كانت وركشوب ممتعه جدا وكانت مثمره جدا، والحقيقة هي أحلى حاجة فيها إن مش هيئة واحدة هي الممثلة، ولكن هيئات مختلفة، في private sector، في جزء من الوزارات والحكومة، في مجتمع مدني. الورشة تأتي إيمانا بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، كون الشباب أحد أهم أطراف التنمية، وفي إطار إعلان إدارة منتدى شباب العالم عن تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بشكل خاص.